خلال 24 ساعه الماضيه تم تسجيل اندلاع عده حرائق على مستوى 10 ولايات، هي كل من سيدي بلعباس، بومرداس، تلمسان، تيزي وزو، وهران، مستغانم، تيبازا، بجايه، شلف، والمديه. اهمها سجلت على مستوى ولايه وهران، تلمسان، شلف وخاصه تيبازا، حيث ارسل الدعم الى كل هذه الولايات. الان حاصله حاليا هي عندنا حرائق على مستوى 5 ولايات، والعدد الاجمالي للحرائق 13 حريق. بعد انتهاء كل عمليه التدخل يمكن بعدها القيام ب يعني دراسه الحاصله بصفه عامه، وخاصه الاسباب من طرف المصالح المختصه للدرك الوطني بمعيه اداره الغابات والضباط المختصين للحمايه المدنيه، حتى نقوم بالوقوف على ما هي الاسباب الحقيقيه والظروف التي سمحت بانتشار هذا العدد المعتبر من الحرائق.